هذه الشيلة إهداء إلى الخريجة نوف خليفة الدرعان بمناسبة تخرجها من كلية إدارة الأعمال. هذه نوف أم العلوم الفايقة للخلايق بالمباني الدابقة. الفرح حلت تباشره وجد يوم نوف أم الجمال صارجت من كلية الإدارة توجد حيها يا حيها ألف ألوم. هذه نوف أم العلوم الفايقة للخلايق بالمصاخر سابقة تاخذ المجد بعزايم وافقة شمسها بالعز ما تعرف تسوم. شيخة الدرعان للعز انهجت واشرقت من علمها وتوهجت حققت حلم له سنين ارتجت والطموح اليوم بواقعها نشوف. نوف شيخة جيلها والأوله كل صعب بالإدارة تصله جامعه علم وجمال ومنزله. هذي نوف العزب والطهر واجدال الوصول من خليفة تاخذ الطبوفة ذاك ابوها اللي رقى عز الوجه بنت ابوها الكريم اللي يشرفها نباه ابو مشعل شيخ بصيب معروف وابوها بنت الوصول العالية ابو مشعل حيديك الغالية جعل تسلمها الاصيل الحالية يوم جابت شيخة الشيخات يرخصون اعمارهم لعيونها مشعل وناصر سلاح زمانها وحمود ومحمد مخاوي السيوف ناهد الخطب الوصوف الفارقة زاهية مثل النجوم الشارقة من حلاها للنواب سارقة فاتنة ومكملة جن وصول والعمام والعمام اهل الوفا والمرجلة طارية درعان محد يجهله والخوال رجال عز مجملة البخية عز قادة الصفوف فقط وحصري الفرح حلت تباشره وجد يوم نوف أم الجمال تخرجت من كلية الإدارة توجد حيها يا حيها ألف ألوم. هذي نوف أم العلوم الفايدة للخلايق بالمفاخر سابقة تاخذ المجد بعزايم واثقة شمسها بالعز ما تعرف تسوم. شيخة الدرعان للعز انهجت واشرقت من علمها وتوهجت حققت حلم له سنين ارتجت والطموح اليوم بواقعها نشوف. نوف شيخة جيلها والأوله كل صعب بالإدارة تصله جامعه علم وجمال ومنزله. هذي نوف العزب والطهر واجدال الوصول من خليفة تاخذ الطبوفة ذاك ابوها اللي رقى عز الوجه بنت ابوها الكريم اللي يشرفها نباه ابو مشعل شيخ بالطيب معروف وامها بنت الوصول العالية ام مشعل حيديك الغالية جعل تسلمها الاصيل الحالية يوم جابت شيخة الشيخات يرخصون اعمارهم لعيونها مشعل وناصر سلاح زمانها وحمود ومحمد مخاوين السيوف. ناهد تقبل الوصوف الفارقة زاهية مثل النجوم الشارقة من حلاها للنواب سارقة فاتنة ومكملة زين وصول والعمام والعمام اهل الوفا والمرجلة طارية درعان محد يجهله والخوال رجال عز مجملة البخية عز قادة الصفوف. أو استوديو إقليم الخليج.